بهذا العمل السهل تغفر جميع ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. حتى يتبين لهم أنه الحق. أخي الحبيب، استمع معي لكلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب والله إنه يريد لنا الخير، يريد لك أن تعيش حياة هادئة مطمئنة سعيدة، يريد أن يغنيك عن الناس. انظر إلى هذا الحديث الرائع ثم نتأمل المعاني العلمية والنفسية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذه بيده تحاتت عنهما ذنوبهما، يعني تساقطت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستغرب كيف أنك أيها الإنسان تستطيع أن تكسب ثوابا عظيما وتتخلص من ذنوبك وهمومك ومشاكلك وأحزانك بإجراء بسيط جدا، أن تسلم على أخيك المؤمن. يعني انظروا معي أيها الأحبة إلى هذا العمل السهل جدا، نحن نمارسه كل يوم ولا ننتبه له. يعني أنت عندما تلتقي مع شخص تعرفه أو لا تعرفه وتسلم عليه، هذا العمل نقوم به يوميا عشرات المرات، ولكن لا نأخذ عليه أجرا. لماذا؟ سأقول لك لماذا أخي الحبيب. لأنك لم تطلع على هذا الحديث. طيب ما الذي يحدث إذا اطلعت على هذا الحديث؟ ستصبح نيتي من السلام هو ابتغاء وجه الله. فرق كبير، لأنك قد تسلم على شخص وأنت تنوي أن تكسب منه المال، وربما تغش وتكذب وتخدع. قد تسلم على شخص لمصلحة. الحديث هنا يعلمك كيف تجعل نيتك خالصة لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. العمل الحقيقة الظاهر نحن لا نستطيع أن نحكم عليه. النية الموجودة في القلب هي التي يريدها الله منك. الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يريد منك التقوى، يريد منك الإخلاص، يريد منك أن تسلم على أخيك ليس لمصلحة دنيوية بل لله عز وجل. وبعد ذلك إذا كان هناك قضاء حاجة أو مصلحة أو أي شيء آخر، هذا أمر طبيعي بين الناس، المعاملات. ولكن طيب ما هو الفرق إذا سلمت على أخي المؤمن بهذه النية، بنية أن يغفر الله ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر؟ الحقيقة أخي الحبيب، سلوكك يختلف جدا جدا، لأنك لن تغشه، لأنك عندما سلمت عليه تعلم أن الله يراك. لن تكذب، لا تستطيع أن تكذب عليه، لا تستطيع أن تخدعه، لا تستطيع أن تأكل حقه مثلا، لا تستطيع أن تغشه في تجارة ما أو في سلعة ما، لا تستطيع أن تكذب عليه في
إذا طلب منك خدمة تقول له، تسوق له الحجج الوهمية. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك مطلع على قلبك. فإذا إذا أردت أن تطبق هذا العمل، هو صعب، نحن كل يوم نسلم على كثير من الناس، ولكن يا هل ترى، هل تراقب الله عز وجل؟ هل وأنت تسلم على أخيك تتذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنا أريدك الآن أخي الحبيب أن تغير نيتك فقط. نحن كل يوم نسلم على كثير من الناس، غير النية من نية مصلحة دنيوية إلى نية تبتغي بها وجه الله وتقول يا رب أنا ذهبت للقاء فلان محبة فيك. ونحن نعلم الحب في الله للأسف اليوم يكاد يكون منعدما. أن تحب شخصا لا تحبه إلا لله، أن تسلم على شخص فقط لله، أن تقدم خدمة لهذا الشخص فقط لله دون أي مصلحة، للأسف اليوم غزت عقولنا المصالح فأصبحنا في بحر من الهموم. الهموم والنكد اليوم الذي يعاني منه كثير من الناس أيها الأحبة، ويقول أنا أدعو لا يستجاب لي. لماذا؟ أنا قلت هذا الدعاء ولم أستفد شيئا. يا أخي أنت تتكلم مثل ببغاء لا تفهم شيئا ولا تطبق شيئا. أنت عندما تريد أن تطبق حديثا من أحاديث النبي أو تقرأ آية من آيات القرآن، يجب أن تقتنع بها أولا. ما الفائدة إذا قرأت مثلا على سبيل المثال قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ قرأتها 100 مرة ثم بعد ذلك قلت لم يرزقني الله. إذن أنت لا تثق بالله ولم تقتنع أصلا بهذا الكلام، وإلا لما قلته. أنا مقتنع أن رزقي يأتيني وأنا هنا وأنا على فراشي، مقتنع تماما، لأن النبي أكد لنا عندما قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. لا تستطيع أن تهرب من الموت، كذلك لا تستطيع أن تهرب من الرزق. فعندما تصل إلى هذا اليقين تبدأ ترى من حولك، طيب كيف يرزقني الله وأنا مالي قليل؟ طيب انظر، قد يرزقك الله زوجة صالحة، أليس هذا رزقا؟ أناس معهم ملايين ولكن لديه زوجة سيئة، يتمنى أن يكون فقيرا ولكن بالمقابل أن يكون لديه زوجة صالحة. مثلك إنسان لديه الملايين ولكن لديه مشاكل طبية ومشاكل في جسده أو مشاكل نفسية تمنعه من النوم، يتمنى أن يكون فقيرا ولكن أن يتخلص من هذه المشاكل. فعندما تثق بالله تبدأ نظرتك تتوسع وترى في كل شيء رزقا. مجرد أنك تقول لا إله إلا الله، هذا أعلى أنواع الرزق. عندما هداك الله، ولكن هذا الملحد حرم من هذه الهداية، هذا الظالم حرم من نعمة الجنة. أعلى أنواع الرزق أخي الحبيب أن يرزقك الله الجنة. وبالتالي نحن أمام هذا الحديث العظيم، عندما يلتقي مسلم مع مسلم ويصافحه، انظروا إلى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا طريقة ليزيد المحبة بين الناس، ليقوي الروابط الاجتماعية.
اذهب إلى أمريكا الآن وأوروبا والدول البعيدة عن الإسلام في غالب الأمور، يعني تجد الناس وكأنهم يعيشون في غابة. الأب لا يكلم ابنه، الابن لا يعترف على أمه. فقدوا هذه المحبة، أصبح عصرا ماديا بحتا، المصلحة الشخصية هي أساس هذا العصر. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الحديث ليشجعنا على المصافحة، ليشجعنا على العلاقات الطيبة مع الآخرين، ليقول لك لا تجلس وتحرم نفسك من هذا الأجر، اذهب وقابل الناس وتحمل أذاهم. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن أو المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلذلك أخي الحبيب، هذا الحديث أو هذا العمل البسيط أكثر منهم. طيب كل يوم على الأقل، على الأقل كل يوم سلم على شخص قد يكون يعني أحد آبائك، أحد إخوانك، أحد أقاربك، أحد أصدقائك. إنسان مؤمن سلم عليه بنية أن يرضى الله عنك وأن يسقط ذنوبك. ويجب أن تتخيل هنا وأنت تسلم عليه ابتغاء وجه الله أن ذنوبك تتساقط مثل ورق الشجر، وأن ذنوبك التي تراكمت مثل زبد البحر تراكمت أنها تذوب وتتلاشى وتتساقط وتتبخر. هذه هي رحمة النبي الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا العمل الصالح وأن يلهمنا تطبيق هذه الكنوز النبوية الرائعة لنعيش حياة طيبة آمنة مطمئنة مثل حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.